عايزين نسأل بقى كل أم موجودة معانا كان إحساسها إيه لما أول ابن في ولادها اتجوز، يعني سواء ولد ومشي وساب البيت أو بنت ومشي وساب البيت. كوكو تحكي لنا. اتفضل يا كوكو. كنت زعلانة قوي أول ما بنتي اتجوزت ومشيت. ليه؟ بس حسيت إن في حاجة نقصت من البيت، لدرجة إن أنا كنت كل ما أمشي حتى لما بنحط الاكل المعالي. لازم احط لها معلقتها. تصدقي حتى وهي مش موجوده. وهي مش موجوده. امال لما تتجوز هتعملي ايه؟ ما هي تبقى معايا جنبي. مش هو دي راحت بعيد، لكن دي مش هخليها تروح بعيد. طبعا بتتعلم بقى ايه من الاخطاء اللي اخطاتها. اول تجربه غير. بس بجد يا كوكو يعني الام بتفرح قوي لما بنتها تتجوز. ما هو انت بتفرحي لما ابنها يتجوز. لا لا ما انت برضه جزء بيتاخد منك طبعا. يعني حته من قلبك كده بتروح. لا بس البنت دايما مرتبطه باهلها. لا مش كل البنات ومش كل اهل الجوازات. بس دايما كانوا بيقولوا ما بيقولوش دلوقتي فاضيين الشغل والله يا مدام كوكو يعني عارفه ويا مدام كوكو ليه خلي البساط احمدي. بصي والله العظيم فعلا انت قلت اللي انا عايزه اقوله. ساعات دي برضه متجوزت نفس يعني جاي يعني خصوصا الفتره الاولانيه الاسبوع الاولاني دي ما بتعرفيش تنامي. والله يجي شهر والله يجي شهر بس لا لا مش يعني عارفه ما اعمل بقى حواوشي او حاجات كده اقول يا حب الا الحواوشي دول بتوع نشوه دول الا الحواوشي. وبعدين بابا يقول لي بتوع نشوه انت هتوديهم لها ولا ايه؟ اقول له لا اتخض بقى بتهيألي انها جايه يا حبيبتي. والله حسن طب لو اعرف كده يا ماما ما كنتش اتجوزت. لا لو اعرف كده انا محمد اتجوز بقى فضلت ماسكه اعصابي. ده الاخراني بقى ده الوحيد. فضلت ماسكه اعصابي واضحك واهزر وبتاع وبعدين انفجرت مره واحده ورحت معيطه وشطبت يا حبيبي شبت في حماته. حضنتها وقعدت اعيط. ايه ده شبتي حضنتيها ده في حضنتها هي خانقته مع بعض. لا لا حضنتها واستخبيت فيها. انت خانقتي مع حماته؟ لا 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 حمات محمد ابني واقفه في الفرح وانا واقفه وبتاعه وكده يعني فضلت ما كانت مش قادره بقى يا حبيبي ورحت حضنها بقى وهاتي عياط عشان اما اقول لكم ان انا واحده غير تقليديه. دي اكيد قاعده ترقص يلا اللي يجي يشيل يشيل. لا بالهنا والشفا. لا في التانيين انا كنت كده في التانيين انا كنت كده بس هي ومحمد دول بالذات قطعوا فيها قوي قوي.